اطلع افطر مع اصحابي، احب افطر معاهم جدا، اتسحر معاهم، اروح الحسين، انزل الف في شبرا، شوارع شبرا جميله جدا في رمضان، بشترك في تعليق الزينه، بنلعب كوره، بحس يعني. والتراويح يعني بتحس فعلا ان بتبقى حاجات روحانيه جامده جدا، شهر بيبقى كله بركه، والبني ادم فعلا بيحس ان هو فعلا راجع لربنا. بحس ان في رمضان انا برجع من الشغل بدري، بحس ان اليوم فيه بركه كده، وبخرج مع اصحابي كويس جدا في اي وقت، بيعزمونا بنعزمهم، ما بيبقاش في فرق يقول لك لا انا اصل مسيحي، لا ده مش عارف ايه، لا ما عندناش الكلام ده خالص. لا انا بحب شهر رمضان جدا، وبجد يعني انا عن نفسي بتمنى ان السنه كلها تبقى رمضان. طقوسي انا في شهر رمضان بشتغل الصبح وخروجات الى حد كبير بالليل، بنتجمع طبعا انا وصحابي المسلمين اللي ما اكثرهم يعني، وبنعمل فطار يعني حفلات الفطار جماعي. بعتقد برضو ان شهر رمضان مميز بالنسبه لكثير من المسيحيين في فكره ان هم بيحبوا يصيفوا فيه، يروحوا المدن الساحلية يعني، لأن بيكون فيه الحجز أقل شوية، أسعاره أقل كتير من أسعار الأوقات العادية. ذكرياتي أنا مع الفانوس يعني بالنسبة لي بهجة الطفولة يعني. أفتكر إن أنا أهلي كانوا بيجيبوا لي فانوس رمضان من أول ما وقيت على الدنيا يعني، لغاية لما كان سني مثلا 13 أو 14 سنة، وكان ده تقليد سنوي بيحافظوا عليه جدا، ان انا يجي لي كل سنه فانوس رمضان، ومن اول الفانوس اللي بالشمعه لغايه لما كان جواه لمبه وبيقول موسيقى بقى وبيعمل حاجات كده. وانا لازم اعزم اصحابي في المدرسه على فطار، وهم كمان بيعزمونا. بحب رمضان عشان بناكل فيه كتير، وابني عودته على كده، هو 9 سنين دلوقتي بيروح سمر كامب، وهو رايح يفطر في العربية عشان ما ياكلش قدام اصحابه المسلمين. فانوس رمضان اساسي كل سنة بجيبه لولادي، اتعودوا عليه، حتى لما يجي يبتدي رمضان طب فين الفانوس يا مامي، يعني هو حاجة بالنسبة لهم جميلة، وتحسين هم اصلا رمضان بتاعنا احنا مش بتاع حد تاني في مصر، و يعني صاروا طيبين، يعني يعد علينا كلنا بخير وسلام يا رب.